إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. سنعرض لكم في هذا الفيديو 10 طرق لتنحيف البطن خلال مدة قصيرة. إعداد الشاي المحفز لعملية الأيض. يجب تنشيط عملية الأيض عن طريق بدء الصباح بكوب شاي من الزنجبيل للتخلص من الطعام وتحسين أداء الهضم، حيث أن غلي نصف ملعقة من الزنجبيل المبشور مع كوب من الماء وكيس من الشاي يجعل عملية الأيض أكثر نشاطاً وحيوية، وكذلك هو مفيد للالتهاب والتهيج الذي تسببه بهارات الأطعمة. تناول موزة واحدة يومياً. إن الموز من المواد الغذائية التي تعمل على توازن السوائل في الجسم وبالتالي المساعدة في شد البطن المنتفخ، والموز غني بعناصر البوتاسيوم الذي يساعد في التوازن الكلي للجسم. الامتناع عن مضغ اللبان والعلكة. إن مضغ العلكة يتسبب بابتلاع الهواء بالإضافة إلى أن العلكة تحتوي السكر والمحليات الاصطناعية مثل الإكليسيتول الذي يسبب انتفاخ البطن. تناول الشوكولاتة الداكنة. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على 70% من الكاكاو أو أكثر بقليل، وعندما يصل الكاكاو إلى الإنزيمات الهاضمة في البطن ستتحول إلى مضادات للالتهاب وبالتالي التقليل من فرصة انتفاخ البطن. كثير من الناس يصابون بالخمول بعد وجبة العشاء، إلا أن المشي خارجا بما يتراوح بين ربع ساعة ونصفها وسيلة لحركة الجسم ويمنع الإمساكات في البطن، وكذلك يتيح للعضلات الاسترخاء، فجعلوا المشي جزءا من حياتكم. شرب الماء بالليمون. شرب الماء بالليمون بدلا من المشروبات الأخرى. شرب الكثير من الماء لا يستدعي احتفاظ الجسم بالماء على عكس ما يعتقد الكثيرون بأن الماء يزيد الانتفاخ سوءا، بل إن إضافة الليمون مدر طبيعي للبول، لذلك بإضافته تسرع عملية الأيض. القهوة والصودا أمور ممنوعة. إن استهلاك المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين أو السكر تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية الزائدة والتي تزيد من انتفاخ البطن. تناول وجبة العشاء في وقت مبكر. كلما طالت فترة الامتناع عن الأكل في الليل كلما قلت السعرات الحرارية في الجسم، حيث أن الوقت المفضل للامتناع عن الطعام هو 8 ليلاً، حيث أن هذا يمكن الإنسان من الاستمتاع بوجبة فطور رائعة وجيدة للهضم. أنواع من الفاكهة تقوم بتكسير البروتينات. هناك عدة أنواع من الفاكهة التي تساعد في كسر بروتينات الجسم الزائدة وتساعد على الهضم وتمنع الانتفاخ، وهي الأناناس والبابايا والشمام الذي له أيضا خاصية إدرار البول وتوازن السوائل في الجسم. الامتناع عن الدقيق الأبيض والاهتمام بالألياف. الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض تسبب الإمساك لانخفاض الألياف فيها، أما خبز القمح الكامل أو الأرز البني فهما يضمنان سلاسة الهضم ونسبة الألياف فيهما عالية. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.